لدينا بعض الأسباب المتبقى، منها أسباب سجود السهو، هذا الموجود. أسباب سجود السهو ثلاثة، هناك نساء قليل، الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله، هذه الرسالة في سجود السهو، مهمة والله جدا، رسالة صغيرة جدا. أسباب سجود السهو ثلاثة، زيادة ونقص وشر. أسباب سجود السهو كم؟ زيادة ونقص وشر. نبدأ واحدة واحدة. الزيادة إذا زادت الصلاة عامدا الصلاة سهلة، وقال الإمام حفظه الله إلى الخامس وقال الحمد لله رب العالمين، ثم تنبه أنه في الخامس ماذا يصنع؟ يقول يزيد الكفران لو زاد الصرفات لو الزيادة كانت عامة ماذا يصنع؟ يرجع مباشرة. إذا لو زاد بس الصلاة يجب عليه متى تيقن أنه قد زاد يرجع على الزيادة، ولو تيقن أنه زاد ثم بعد ذلك زاد شيء والصرفات. طيب هذه الزيادة. الثاني النفس. النفس نهضة. هل النفس في السنة إلى نقص الفرض لا إشكال، وإلى نقص الواجبات واتفق مكان هذا الواجب لا يعلم وسجد السنة. مثال الإمام إن شاء الله خيرا يصلي في الظهر، فالركعة الثانية سهى وقام إلى الثالث ولم يجلس في التشهد الأول، مع أن التشهد الأول واجب والجلوس له ثلاثة واجب، تعلم الصلاة. إذا تعمد الفرد واجب الصلاة نسي ماذا يصنع؟ لا يرجع. إذا استبدلت قائما لا يرجع، فماذا يصنع؟ يكمل الصلاة ثم يسجد للسهو. لكن هذا اعتقد الآن من مكان الواجب، لكن اعتبر أنه في التشهد الآن الأول بدل أن يقرأ التشهد قرأ التشهد الأول. واجب واجب الصلاة، بدل أن يقرأ التشهد أخذ يقول بحمد الله رب العالمين. فما يستحق خالد بن عبد الواجب؟ لا، يقرا التشهد في حياته اذا صار قضيا. اذا الترك اذا كان السنه هذا لا اشكال فيه، لا اشكال فيه من حيث صحه الصلاه، لكن مع الاشكال الى ان لا يترك شيء من السنه. الترك الواجب عمدا ممكن الصلاه سهوا وانتقل لا يرجع، لم ينتقل ياتي به. الترك للركن، الترك للركن يذكر الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى انه اذا ترك ركن من اركان الصلاه فالصلاه باطله جهل او نسيان او عمد، فماذا يصنع؟ لا بد من الرجوع الى مكان ترك الركن، يرجع الى الركن. كل شيء فعل بعد ترك الركن لا غير معتبر، لانه جاء في غير موضعه. صلى الركعة الأولى لصلاة الظهر ونسي الفاتحة وتذكر في الركعة الرابعة، إذا معنى هذا نرجع إلى الأولى يكملها ثم الثالث ثم الثالث والرابع، هذا الذي صلاه بعد ترك الفاتحة لا بد من الشيخ عبد الله رحمه الله. يحدث هذا أحيانا أين؟ أنت تعرف الآن لله الحمد أحيانا الإنسان كبير جدا والناس تصلي في رمضان أحيانا بعض الناس يقول يقول الناس خلف الشيخ جزاه الله خيرا يصلي في رمضان نسي وترك التشهد الأول وقام، الآن هو أين؟ في الركعة الثالثة. الناس في التشهد نعم، فمتى يتنبه المأموم؟ يتنبه عندما يقول الإمام الله أكبر هو الآن راكع، فالمأموم هنا راح للثالثة، يتنبع عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فماذا يستحق؟ لا بد أن يركع، إذا لم يركع الصلاة باطلة، قال تبع الإمام، لا تتبع الإمام تتبع ولو لكن الإمام هذا إمام جزاه الله خيرا فقير عندما قام ذلك ماذا صنع؟ أراد أن ينبه المأمومين، إيش أسمع؟
الخير ويخفف الضرر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يبدا الناس يخطا حتى هو يشعر الناس الضرر بعد هذا. يا رب الكعبه يعطيه طريق الخير، ثم عندما يرفع نفسه عن الله حتى كذلك يعطيه يخبر الناس. احيانا الايمان يكون السبب في بطلان صلاه المؤمنين، حتى احيانا يعني بعض الرائع ياتي ويقرا ويختار له الايات، وهذا يبدا يفكر اين يقرا الايمان حتى يسمي صلاه. نعم طيب، زياده والنقص يبقى معنا الشك، هذا المهم. الشك في كل العبادات ينقسم الى قسمين، يا اخي احفظ على الهدى، ينقسم الى قسمين داخل العباده وبعد القرار والانتهاء من العباده. كل شك بعد القرار والانتهاء من العباده لا ينتبه اليه اطلاقا، ولو كان الشك 99.99%. كل شك بعد القرار والانتهاء من العباده لا تثبت اليه اطلاقا. الامام جزاه الله خيرا قال انا اشك الان، هل قرات الفاتحه الركعه الثانيه ام لا؟ انتهت الصلاه؟ انتهت. نقول لا تثبت الشك، هذا شك قوي، قلنا لا تثبت. لو رجع صلى عاجل كبر الاخ قال الله، ثم جاء اليه الشيطان قال متوضئ انتظر نراجع، دخلنا الى المسجد صلاه العصر وبعد شربنا الشاي وبعد تفكر هكذا. انت الان عندما كبرت قلت الله على ماذا؟ على انك على لو خرج قال انا اريد ان اخرج واتوضا حتى ابدع من هذا السجن، اذا خرج فهو اثم. طاف سبع اشواط وصلى ركعتين ثم خرج من الصفا، عندما دنا من الصفا وقال ان الصفا والمروه من شعائر الله الله اشك هنا ليس بسبب، لو رجع اثم. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وعندها الشكوك تكثر. الشريعه جاءت بالعقل الوساوس. نعم جاء رجل من عقيل، ابن عقيل قال يا ابن اني انغمس يدخل ثم اخرج وارى انه بقي مني شيء لم اصبه معه، ماذا فعل؟ قال ارى والله اعلم انه لا صلاه عليه مثلك لا يصليها. قال ولم؟ قال لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول رفع القلم عن وانت احكم، انظر الى جبهه خير بين امرين، ترك الوسواس او ترك الصغار والمجنون. وما والوساوس تكثر 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 حتى توسوس لكل شيء. نعم استيقظ في اخر الليل وايقظ الزوج قال ما راح اسكت انا والله ما شفت في طلاقي. قال لا ما بقي لها بس انا اريد ان ادفع الشك اليقين. أنت طالب طالب طالب. يقول الفقهاء رحمه الله طلاق هذا ما يقال مسلم. سئل أحد الصحابة رضي الله عنهم ماذا اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عباداتهم؟ اليهود والنصارى ولا عندهم وساوس أبدا أبدا لا تأتيهم وساوس في عباداتهم. لن نقول في السماء وسوس المال. قال لا تأتي المسلم في عباده. لماذا؟ قال وما يصنع الشيطان بالضرب الخلق. أعمال من أخرى إيش يصنع الشيطان؟ لكن أعمالك لأنها أعمال يريد يسد عليك الشيطان في المسألة. وسوس لك حتى في ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت هذا اعلم أن هذا دليل على صحيح لا تلتفت الى الوساوس اطلاقا. طيب هذا خارج
العبادة لا تلتفت للوسيلة. جاء الوسواس لا الشك بعد الفراغ الإتمام العبادة لا تلتفت داخل العبادة لا تلتفت كثير الشك داخل العبادة لا يلتفت دائما أقول دائما عندي لو صلت ركعتين شفت الركعة الثانية هذه السجدة أو السجدتين نقول أنت وسوس تجعلها دائما سجدتين قال عندي صلاة الباطل أنا أصلي سجدتين سجدتين لأنه كثير الشكوك فمن الشكوك يبني على أن ترجع ماذا ترجع إليه؟ قد ترجع أنها ثلاث ركعات ولهذا ثلاث وتضارع السجود ترجع أنها أربع كأنها أربع يعني لا يبني دائما على المقام لكن إن لم يترجع لديه شيء يبني على المقام مطلوب متى يسجد؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ ابن سعيد رحمه الله ماذا تعلم أنت باعتبار حال الأمن اليوم حتى يصبح إشكال للمصلين دائما يجعلون السجود قبل السلام لا بد يصلي قبل أو بعد السلام هذا الشيء الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعيد ماذا يصنع إذا سهى في السهو؟ سهى في سجود السهو يعني الآن سجدت اليدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الأصل أنه يسجد قال تحيات لله فماذا يصنع؟ اجتمع الكسائي وأبو يوسف والرشيد الكسائي عالم في النحو والفقه وأبو يوسف عالم في الفقه فقال أبو يوسف أن كل من بحث عن العلم يستطيع أن يفتح كل العلم سبحان الله يدخل في النحو ويدخل في الفقه هذا معنى لا هذا الكلام يقول الكسائي الإنسان قال كل من أتقن علم العلوم يستطيع أن يفتح باب رضي الله عنه رحمه الله فقال لا قال بلى فقال أبو يوسف رحمه الله الإنسان رحمه الله جميل قال ما تقول في من سهى في السر قال لا سهى عليه قال استدل على هذا من النهي قال المصطفى لا مصطفى أصاب بالمسألة لكن أخطأ لأن كل من ألقى العلم يفتي في بقية ألم نعم يبقى معنا إزالة النجاسة هذا هو أفضل من المشكلة أولا أن المساوس في الطهارة اليوم نسبة يعني ذات أسئلة اليوم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعفى عن مسيرة النجاسة وارتراع إنه بعض الناس يقول أحيانا في دورة المياه كذا من تنظر الرسعة والبعض يقول أنا أفتح حول المسجد وأسمع كذا وأتنحى وأقفز وأعصر وأصنع وأصنع نحن لله الله سبحانه وتعالى وبعض الناس يقول أنا أسمع الصوت تنظر به ليس من سنة دور رجل تخرج من المنظر يقول شيخ الإسلام أن هذه النظرة تخرج من أثر قصد أن تكتب بالنظر وإن يعني اعتبرنا أن نقطة بور قد يعرف عنها ما يشتعل فيها مفهوم طيب إذا سقطت النجاسة على الثوب ماذا نستخدمها؟ عندنا إزالة النجاسة عن اللباس تنقسم إلى ثلاثة أقسام مغلظة مخففة متوسطة مثل العرق مغلظة نجاسة تحتاج إلى غلظة الإناء يغسل سبع مرات كل مرة من جوانب التحليل. النجاسة المخففة يجزي فيها النضح، النضح هو رش الماء فقط رش الماء تنتهي. النجاسة المتوسطة لا بد فيها من غسل ورش الماء زائد عصر. يعني سقطت على ثوب الشيء نجاسة، ايش اسمها؟ ترش عليها الماء تعصرها تدخل السلم ولا تشتغل. النجاسة المخففة المني وبول الغلام الذي يكون معه والمني مع أنه مضاف ينضح إلى الكهرباء وإذا كان جاء يحرك مفهوم ثلاثة أشياء
المني طاعه للتمر، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر بالماء مصنع الماء ولكن جامد. هذا لون. الثاني لون الصبي الذكر الذي لم يكن الطعام يعني راى الطعام علما، فهذا لو بال عليه على ثوبه او شمخه. والثالث المني ساحل نزل ليس له لون كالماء يخرج عند التفكير او من الكلام نجس. ناخذ الوضوء تغسل الذكر وتغسل اليدين حتى ينقطع الخارج باذن الله. واذا سقط على الثوب يكتفي النضح اي رش الماء فقط. ما على المقلبه نقطه نجاسه متوسطه لا بد فيه من الغسل رش ماء زائد العسل. قال رحمه الله: يستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات، وهكذا المضمضه والاستنشاق، والفرض من ذلك مره واحده. نعم، الفرض مره واحده، فماذا تصنع؟ تنوع. والسنه ان تاتي بهذا التار وهذا التار وهذا التار. وقيمه الصلاه تتوضا مره واحده. تعرف ابن بكر عن الاذان الاقامه ثلاث مرات، ومرتين متنوع بين العبادات. أما نصف الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث.